السيدة عائشة كانت إذا أمرت جارية عندها بإعطاء جماعة صدقة، تقول أعطيه الصدقة وانظروا بماذا يدعون لي واحفظوه جيدا. فإذا ماذا قالت؟ ماذا قال؟ وسع الله عليها ومش عارف إيه، تقوم تدعو بمثلها لها عشان يفضل لها أجر الصدقة. يعني زي دي ما عملت هي تعمل ليه عشان يبقى لها أجر الإيه؟ أجر الصدقة.